السلام عليكم خوتي، جبتكم من نوفل فيديو. لا فيديو تاع اليوم حشارك بها في مسابقة بودكاست أرابيا للموسم الثامن. والسوجي تاع اليوم راح يهضر على المسلسلات الرمضانية في الجزائر. مسلسلات في رمضان يخسروا عليهم دراهم كبار، مي اسكو يستاهلوا؟ وعلى هذا حبينا ناخذ مثال على مسلسل عاشور العاشر. حابين نشوفوا اراء الناس، اسكو يعجبهم اسكو ما يعجبهمش. تبعوا معي. اسكو عجبك عاشور العاشر؟ ايه بيان سير عجبني، حاجه شابه، ايبيزود شابه، عفسه جديده. لا راك تعرف عجبني، هو نسبه مشاهده كبيره في الجزء. ويعجبني صافا شباب. ماليكم يعجبني عاشور العاشر في الحقيقه. رمضان بلا عاشور العاشر ماهوش رمضان. ودوكا نشوفوهم اسكو يعجبهم بلا صالح اوكروت ولا لا؟ تبعوا معي. لا ما يعجبنيش بلا عقود. واش بح الحصة يجي صامت شغل؟ ما كاش كيفه. شو تقدر تجوز رمضان بلا حمود بوالام؟ تقدر تجوز عاشر العاشر بلا صلاح اقروت؟ هذه هي. نو شكيت. ما يعجبنيش عاشر العاشر بلا صلاح اقروت في الحقيقة، خدش ممثل كبير ويعرف الفن. شغل طاق، شغل نظرة اخرى، شغل في التمثيل في الكوميك. شغل الله يبارك. كما شفتوا عاشر العاشر بلا صلاح اقروت رايح يكون مسلسل صامت. كما شفتوا اراء الناس كان كامل باللي يعجبهم مسلسل 10 على 10. مي انا بالنسبه ليا بهذوك الدراهم والفواياج والماتريال نورمالمون يديروا حاجه خير من هذيك وبالبزاف. مولاي عاشور، اطلب منك السماح. لم اكن اعلم بانك تملك شعرا طويلا كهذا، ولم اكن اعلم ايضا انك قوي. العفو مولاي. نقصت منه على بالك، حيت لو قالي فوش، حيت لو قالي فوش. مي كوميم عجب الشعب الجزائري، ومام كراني نهضر انا هكذا ماشي معناتها ما عجبنيش، بالعكس عجبني مسلسل شباب ايبيزود شابه. هضرنا برك شويه سلبيات، كيما هضرنا سلبيات راح نجوزو للايجابيات. ايجابيات شفنا بلي العام اللي فات وصلنا في تحسن كبير. العام اللي فات كاميرا ونا في بلاصه واحده، وراونا غير الداخل في القصر، ما خرجوش برا، ما وراوناش حاجه بزاف. ميسنا لا خرجوا برا وراونا القصر كيفاش داير، خرجوا داروا حروب، داروا انجازات مليحه. ايبيزود شابه الحمد لله، برك فيها شويه انتقادات هضرنا عليه. بكا نجوزو لي كاميرا كاش. بون كاميرا كاشي مشي تجيب فنان ولا شاب تعرضو ما تبروفوكيه، تقول له كلام جارح ولا تتهمو بقضيه هو موش دايرها. كما شفنا في حصه اعرف نجمك استوديو للتكسار، عرضوا الفنان الكوميدي يوسف زروطه وقال له باللي انت تخدم لي فيديو تاع الرداءة. فاش فضل رداءة؟ شكون هذا سوجي؟ انا رداءة، انا رداءة، انا رداءة. واش راك تستنى لاريكسيون تاعو ينوض يسلم عليك؟ دقيقة معليش نسكن نروح. قتلتهم كاع. كيما شفتوا لارياكسيون تاع يوسف زروطة، كان ناض بالكرسي وخبطوا به. كان جيت معاه داخل قاد يدير لك حاجة واحدة أخرى. بوضكا نجوزو لشابة دليلة. دليلة فنانة نمبر 1. شابة دليلة قال لها اتهام جدو خطير، قال لها داخلة للحبس. راو لي وثائق أنه كيما نقولوا داخلة للحبس. أنا؟ قال لك تدرت لي قفة. واش زاد لها ثانيك؟ قال لها تبيعي الغبرة. بول طب ما خليتيها كومبلي ما كاينش تبيعي فيها. برا انا نبيع الغبره. واش راك تستنى لا رياكسيون تاعها؟ باينه تنوض دير معاك الجيدو. اسلام خلاص روح دوك نضربك انا دوك. لا بونك خاوتي كيما شفتوا لا رياكسيون تاع الشابه دليله كان كلي تفاعل زائد. مي كوميم هذا الكاميرا كاشي عجبت بعض الفئه من الناس وراهم يتفرجوا فيها. في المقابل كان كاميرا كاشي شابه عجبتني بزاف وهي حصه ردوا بالكم. نشوفوا باللي كي يعرضوا الشاب ولا الفنان يقنعوه بهذيك القصه كلي حتى يحس بها يتالم. مش حقي ندير لي والو، نسحق غير وليدي نشوفه برك، نسحق غير وليدي هذا ما نسحق. ومن بعد حتى نشوفوا باللي الدور عليه الايه تنقلب عليه، نشوفوا باللي الابن يولي يضرب في يماه ويسب فيها. انت وش بيك صفا بوانتا وش بيك؟ ما كرهت كراتها كراتها ماشي راجل انت. ثم نشوفوا التفاعل الطبيعي تاع الشاب، نشوفوا لا رياكسيون تاعو الطبيعيه. لا 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 لا
كاميرا كاشي. بون خاوتي كانت هذه هي لا فيديو تاعنا، كانوا انتقادات سلبيه وشوي ايجابيه، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتك لا فيديو ما تنساش دير لنا جيم تحت على الفيديو، بارطاجيها مع حبايبك مع صحابك مع لا فامي مع لي زامي، ونبقى لي غنقول لكم سلام.